السلام عليكم. انعقدت جلسة اليوم من مشاورات الكويت والتي طرح فيها المبعوث الأممي ولد الشيخ جدول الأعمال المتفق عليه في بيل الذي يتكون من 5 محاور منبثقة من القرار 22/16 ومن بينها تسليم الأسلحة، انسحاب الميليشيا من المدن والمؤسسات، الترتيبات الأمنية واستعادة مؤسسات الدولة والإفراج عن المختطفين واستئناف العملية السياسية. وبحسب المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي فقد أكد الموافقة على جدول الأعمال بعد أيام من التعنت بالنسبة لتحالف الانقلاب، وقد جاءت هذه الموافقة بعد جملة من التحركات والمواقف الدولية والتي من بينها مطالبة سفراء الدول الخمس وفد الانقلاب بعدم مغادرة الكويت دون التوصل لحل ينهي الأزمة في اليمن. كما كان هناك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الملزم لوفد الانقلاب بالاستمرار بالمشاورات والالتزام بتنفيذ النقاط الخمس. فهل جاءت تلك الاستجابة رضوخا للضغط الدولي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن بالنسبة لوفد الانقلاب الذي يماطل ويراوغ ولا يبدي استجابة مستدامة تجاه محادثات السلام؟ وهل تشكل نقطة الاتفاق حول أجندة المفاوضات مدخلا حقيقيا للمشاورات من أجل استعادة الدولة اليمنية وإسقاط الانقلاب؟ مشاهدينا، حلقة المساء اليمني لهذا اليوم ستناقش التطورات الأخيرة في مشاورات الكويت، فدعونا بداية نشاهد هذا التقرير. رضخ وفد الميليشيات الانقلابية أخيرا وأعلن موافقته على جدول الأعمال المتفق عليها سلفا في المشاورات السابقة. الأجندة التي يأتي على رأسها تسليم الأسلحة وانسحاب الميليشيا من المدن والترتيبات الأمنية من أجل استعادة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين ثم استئناف العملية السياسية. 5 أيام من التعنت والمماطلة إذن انتهت بموجة من الضغوط الأممية ألزمت الوفد الإنقلابي السير وفق الاتفاقات المبرمة وإبداء حسن النية من أجل المضي قدما في طريق السلام. يدرك المجتمع الدولي أن فشل مشاورات الكويت قد يسحق كل فرص الحلول السلمية المحتملة، وهو ما يحاول وفد الميليشيا استثماره من أجل تطويع الجميع لمطامعه الخاصة التي ليس السلام من بينها. ففي يوم سابق من يوم أمس الاثنين أبلغ سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وفد الإنقلابيين استياءهم لعرقلتهم المحادثات ومماطلتهم في إقرار جدول الأعمال واستمرار خرق وقف إطلاق النار. بلاغ السفراء حمل أيضا دعوة للإنقلابيين بعدم مغادرة الكويت دون التوصل إلى حل سياسي يرتكز على قرار مجلس الأمن 22/16 والمرجعيات الوطنية المتفق عليها. تزايد الضغوط على الإنقلابيين شمل لقاء أمير دولة الكويت بشكل منفرد مع وفدي المشاورات اليمنية الحكومي والإنقلابيين، اللقاء الذي أكد خلاله أمير الكويت حرص بلاده على إحلال السلام في اليمن والخروج من جولة المفاوضات الحالية بحلول سلمية، ناهيك عن دعوة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى تطوير خارطة طريق لتنفيذ النقاط الخمس الواردة في القرار الدولي رقم 2216. إجماع دولي إذن على نجاح المشاورات هذه المرة، وهو ما عززه المبعوث الأممي في مؤتمره الصحفي الذي أكد على ضرورة نجاح مسار السلام وسير المشاورات في تنفيذ الأجندة عبر المحاور المتفق عليها في محادثات بيال السويسرية. إذن مشاهدينا الكرام، سنناقش هذه التطورات الأخيرة مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ ياسين. مساء النور أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني هذه الموافقة التي جاءت متأخرة على أجندة المشاورات التي يعني أقرت بالنقاط الخمس بعد ضغوط دولية على تحالف الانقلاب، ما الذي تقرأه وراء ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء طبعا يجب أن نشير إلى أن الفريق الانقلابي الذي يتواجد في الكويت لم يذهب إلى الكويت لكي يتفاوض على النقاط الخمس التي من شأنها أن تفضي إلى حل سياسي يعيد الدولة إلى أصحابها ويعيد الشرعية الدستورية ويعيد اليمن إلى خط السلام والأمن والاستقرار، لأنهم دائما هم يعتقدون أنهم حققوا مكاسب ميدانية مهمة على الأرض بواسطة السلاح، وسبق لهم أن قوضوا عملية سياسية كانت قائمة بقوة السلاح أيضا، وهم هي عملية صعبة بالنسبة لهم، وحتى عندما لم يذهبوا إلى المفاوضات شعروا أنهم سيتكبدون خسائر سياسية كبيرة، لهذا قرروا أن يذهبوا إلى هناك ليعطلوا
سير هذه المفاوضات ولا يضيف لها جديدا، لكن من الواضح أن هناك عوامل أساسية أو يعني غيرت مجرى الأحداث. إحداها طبعا البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وهو بيان في غاية الأهمية. نعم. وهو في الحقيقة بيان مزدوج، من حيث أنه أولا حصن مبعوث الأمم المتحدة من الفشل بجعل الباب مفتوحا في المشاورات القائمة في الكويت. أيضا أنه حرر كل الأطراف من عامل الوقت، لأن الجميع كان يعتقد أنه في إطار، يعني عندما يحدد موعد زمني لمفاوضات الكويت، فإنه إذا لم يتم التوصل إلى حلول يعني بانتهاء هذه المهلة الزمنية كما في جنيف واحد واثنين، يعني فهذا يعني الفشل. نعم. المعطى الثاني الذي أثر في مجرى الأحداث هو اللقاءات التي أجراها أمير الكويت، وهي لقاءات أعتقد أنها أعطت مؤشر على أن المشاورات التي تجري في الكويت ليست كالمشاورات التي جرت في جنيف. فالكويت لا تؤجر فنادق ولا قاعات لهذه المشاورات، وإنما تحتضن هذه المشاورات. والكويت أيضا لا تحتضن هذه المشاورات باعتبارها دولة منفصلة، وإنما باعتبارها جزء من مجلس التعاون الخليجي، والكويت عضو في التحالف العربي. وهذا يعني أن على الإنقلابيين أن يدركوا أن هذه المشاورات التي تجري اليوم تختلف عن المشاورات التي جرت في سويسرا، فهي تأتي تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، التي وهي الصيغة التي رفضوها في السابق عندما وجهت إليهم الدعوة من الملك سلمان. نعم. وقالوا إن المفاوضات لن تجري في تحت مظلة مجلس التعاون. المتغير الآن الأهم الذي تحقق والاختراق الأهم هو أن هذه المشاورات تجري تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وجرى وصم جزء كبير من المكونات السياسية اليمنية باعتبارها مكونات عميلة، لأنها فقط ذهبت إلى الرياض. طبعا هم الإنقلابيين لماذا يقولوا أنهم وافقوا على في نهاية المطاف على جدول الأعمال الذي يتكون من 5 نقاط؟ لأنهم تلقوا تطمينات من أمير دولة الكويت بأن العمليات الجوية ستتوقف. طبعا هذا أعتقد أنه عذر مناسب بالنسبة لهم للخروج من هذه الورطة السياسية. ما هو السبب الحقيقي برأيك؟ السبب الحقيقي هو أن هناك ضغوط مورست أعتقد، والثقل الذي مارسه أمير دولة الكويت ليس بالهين، بمعنى أنه أنتم اليوم يعني عندما يلتقي أمير دولة الكويت مع الوفود لابد أن يحصل على 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 موافقة من أجل المضي في المشاورات، لأن فشل الكويت يعني رفع الغطاء السياسي عن الإنقلابيين، وبالتالي سيكون أمام قوات التحالف يعني والسلطة الشرعية أن تمضي في الخيار الذي يعد مناسبا، وهو الخيار العسكري. لم طبعا الخيار العسكري عندما يتم اتخاذه وسيلة لاستعادة الدولة فلن يكون باستطاعة أي قوة مارست الضغوط على التحالف العربي من قبل، ومارست الضغوط أيضا على السلطة الشرعية لن يكون بوسعها أن تمارس هذه الضغوط، لأن في حقيقة الأمر الإنقلابيين يكونوا قد قدموا يعني براهين قوية على عدم نيتهم الحقيقية للتوصل إلى السلام. يعني هل أفهم من كلامك أن الكويت الآن تقوم بعمل يعني أو تلعب دور سياسي في هذه المرحلة؟ نعم نعم. اللقاءات التي تكون أعطت أيضا الإنقلابيين نوع من التطمينات التي لم تخرج هو أنا أعتقد أن اللاعبين الغربيين على وجه التحديد واللاعبين الإقليميين ربما عندما رأوا أن المفاوضات تتجه إلى الانسداد، والانسداد يأتي من أولا من التشدد الذي أبداه الطرف الإنقلابي، يأتي أيضا من تمسك الطرف الحكومي بضرورة التعامل مع النقاط الخمس بالترتيب، ويأتي أيضا من عدم توفر آلية محددة. المشاورات الكويت كم ستستمر؟ شهر، شهرين، أسبوع، أسبوعين؟ لم يكن هذا محددا، لكن كان كل شيء يشير إلى أن مشاورة الكويت ستنتهي إلى الفشل. الخطة باء التي أخرجها اللاعبون الدوليون تمت من خلال البيان الصادر عن رئاسة مجلس الأمن، لكنه حدد أيضا أن المدة هي يعني لا تزيد عن شهر. نعم، هذا فيما يتعلق بالخطة، خطة الإجراءات، يعني خطة تنفيذ النقاط الخمس، يعني إقرارها من قبل طيب عدم لا، لكن في حقيقة الأمر عندما يصدر بيان من مجلس الأمن ويحدد فترة شهر، فهذا يعني أن مجلس الأمن أيضا أخذ زمام المبادرة في إمكانية منح
الأطراف المتحاورة مهلة أخرى، لكن أنا أعتقد أن الشهر يعتبر فترة كافية للتوصل إلى صياغة خطة، ونعتقد أن الخطة هي جاهزة في حقيقة الأمر. الآن عندما يتحرك مجلس الأمن بهذا القدر من المستوى، طبعا مجلس الأمن لا يقتصر بيانه على مسألة تحديد المدة التي منحها للأطراف المتحاورة في الكويت لصياغة خطة لتنفيذ النقاط الخمس، وإنما أيضا شدد على مسألة المرجعية الأساسية للحوار القائم في الكويت، وهي مرجعيات متفق عليها، يعني أعتقد أنها تخدم المؤمنين بعملية السلام وبمرجعيته الأساسية. طبعا الإنقلابيون لا يؤمنوا بمعظم المرجعيات التي تقوم عليها عملية السلام، ولهذا عندما يشدد بيان مجلس الأمن على هذه المرجعيات فهذا يعني أن هناك إطار واضح لا يمكن الخروج عليه، ولا يمكن الخروج بخطط بديلة. وأنا حتى لا أشاطر الذين عبروا عن القلق من إمكانية أن يكون هذا البيان بديلاً عن قرار مجلس الأمن. هو في حقيقة الأمر بيان مجلس الأمن يعطي مؤشر على جدية المجتمع الدولي، لكن في بروتوكولات مجلس الأمن البيان غير ملزم، ولكنه حدد وفوض مبعوث الأمم المتحدة لكي يتصرف وفق الآليات التي تسمح أو تضمن نجاح مشاورات الكويت. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ ياسين أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد العمراني، من مسؤول التواصل بالفريق المساند للوفد الحكومي من الكويت. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ محمد. بداية يعني لو تحدثنا عن البيان الرئاسي لمجلس الأمن، والذي يعني لو قرأناه بشكل من وجهة نظرك أنت، ما الذي تجده فيه؟ أنا أعتقد أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن حدد مجموعة أو له ملامح رئيسية. أولا أكد على القرار 2216، وهذا يعطي إشارة واضحة لبعض الأطراف التي تتحدث عن أن البيان أصبح قديما وأن هناك واقع متغير. التأكيد على القرار كان أمرا مهما، بأنه القرار لا زال فاعلا ولا زال يمتلك القوة، وهذا بيان مساند، لأنه لا يمكن أصلا في قوانين أو في لوائح مجلس الأمن إلغاء قرار أو تعديله. هذه نقطة. النقطة الثانية، القرار أيضا أشار إلى حالة من التلاتبية في النقاط الخمس، تأكيدا على موقف البيان 221، القرار 216، هو تحدث أولا عن العمليات الأمنية، ثم تحدث بعدها عن الانسحاب، ثم تحدث عن تسليم الدولة، ثم بعد ذلك يأتي العمل السياسي أو الاتفاقات السياسية التي يمكن أن تحصل بعد استعادة الدولة. نعم. هذه أيضا إشارة مهمة مساندة للموقف العام للمجلس. القرار هو تأكيد على أنه على واحدية المجتمع الدولي وتأثيره ومساندتها للاتفاقات التي تحصل ضمن الإطار قرار 216، الإطارات المنبثقة عن هذا القرار. نعم. أعتقد أنه القرار في مجمله كان جيد، ويشير إلى جدية المجتمع الدولي وتعامله بشكل سليم مع مخرجات قرار 2216. نعم، هل تعتقد أستاذ محمد أن البيان جاء يعني أو كان له علاقة بمراوغة الإنقلابيين ومحاولة فرض أجندتهم الخاصة؟ هو طبعا أتى ليؤكد، خاصة وأنه اشترط على أن يكون الحوار دون شروط مسبقة، وهو ما كانت تشترطه الميليشيات الحوثية، من أنه ضروري من البدء بالمسار السياسي أو ضروري بوقف إطلاق النار أو ضروري من هذا. هو قال يؤكد على أن الحوار لا بد أن يكون بدون شروط مسبقة، وأن الأمور تطرح على طاولة التفاوض. فأنا هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا جاء مساندا للعمليات التي قامت بها القوات الشرعية في مسألة مكافحة الإرهاب التي جاءت في حضرموت وفي بعض المناطق الجنوبية، فهو جاء مساندا لهذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة الشرعية. نعم، إذن أستاذ محمد يعني الآن نستطيع أن نقول أن عجلة المفاوضات قد دارت، ولكن يعني ما هي العراقيل التي تتوقعونها على صعيد نقاشات التنفيذ خاصة؟ والله العراقيل الرئيسية التي يضعها الوفد الإنقلابي حقيقة في مسألة وضعهم العرب قبل الحصان، فهم يتحدثون بطريقة غريبة عن مسألة تسليم الأسلحة، وهم يقولون نسلم الأسلحة لمن؟ نعم. والعالم كله يعترف بدولة وبشرعية وبحكومة، ونصت أيضا بيان مجلس الأمن البارحة وقرار مجلس الأمن ذات الصلة كلها تتحدث عن هذا الموضوع. هذه التعقيدات التي يضعونها حقيقة
احنا لنا لحد الان 5 ايام واليوم فقط تم الاتفاق على جدول الاعمال، العناوين الرئيسيه في جدول الاعمال اللي هي النقاط الخمس، وهذا امر كان المفترض ان لا ياخذ نصف ساعه، لكن هذه المماطله يبدو لي انها تاتي في اطار بحث الانقلابيين عن حاله انتصار عسكري على الارض، وهذا يفسر الهجوم الشرس الذي يحصل في تعز والذي يحصل في الجوف والذي يحصل في ابيان في غيرها من المناطق، الذي يحاول الانقلابيون تحقيق انتصار عسكري يساهم معهم في تحقيق اجنده على التفاوض، وهذا لم يتم على الارض. بالعكس، الذي حصل انه صدت كل جبهاتهم وكل الاساليب العدوانيه التي ارتكبوها، هناك شهداء، هناك مدنيين قتلوا، هناك ناس اخفوا قسريا، هناك في خلال هذه الخمسه الايام هم يتحدثوا عن عمليه وقف اطلاق النار فقط، وهم يفهمون وقف اطلاق النار على انه وقف الطائرات، بينما الطائرات هي متوقفه اصلا ولم تقم الا بمهاجمات بعض المناطق التي يتواجد فيها القاعده في المناطق الجنوبيه. طيب أستاذ محمد، يعني لو تحدثنا عن تسلسل النقاط، ربما يعني كانت الأبرز هي نزع السلاح، وأنت تحدثت أنه ربما هناك غرابة في موقف الحوثيين، ولكن يعني هي أمل الكثير من اليمنيين أن ينزع سلاح الميليشيا، أن يتوقف قصف تعز، أن يفك الحصار عنها. ماذا عن هذا التسلسل؟ هل سيكون هناك يعني أولوية لهذه المسائل، أم أن الأمر سيناقش دون ترتيب معين؟ أنا أعتقد أنه الوفد الحكومي والتشريعي متمسك بمخرجات بيئة السويسرية التي نصت على تلك التراتبية وبهذا الترتيب، أولاً إجراءات بناء الثقة، ومن ثم الانطلاق إلى المحاور الأخرى المتعلقة بوقع انسحاب الانسحاب، والمتعلقة أيضاً إجراءات بناء إجراءات أقصد استعادة الدولة، ثم بعد ذلك الإطار السياسي وترتيبات العملية السياسية لاحقا. هذه التراتبية هناك وجهات نظر متعددة، لديهم وجهات نظر، ووفدنا الحكومي لديهم وجهة نظر، والأمم المتحدة لديها وجهات نظر بالعمل بالتوازي، ولم يتم الاتفاق أساسا على أي شيء من هذا القبيل. ما تم الاتفاق عليه اليوم هو فقط الإطار العام، بمعنى النقاط الخمس أن تكون ضمن جدول المشاورات، ولم يتم الاتفاق على أي شيء آخر. والاتفاق أيضا، حتى الاتفاق الذي حصل هو اتفاق يعني ليس موقعا بورق رسمي، ولكنه مجرد إعلان عن حالة توافق في هذا الموضوع، وأنا قلت إنه هذا الموضوع كان الأصل لا يأخذ 5 دقائق من الجلسة الأولى، لكن حالة التعنت التي يفرضها الوفد الانقلابي في مسألة المماطلة. نعم أستاذ محمد، يعني مصطلح الإطار العام الذي سيدور حوله النقاش، ألا يعني يحتمل أن يوسع مواضيع النقاش أو يفرغها حتى من مضمونها، البعد عن لب النقاط الخمس؟ أنا لا أعتقد أنه سيفرغ أي مضمون، لأنه كل النقاشات هي تدور أساسا تحت المرجعيات المتفق عليها، وهي القرار 216 وخذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وهذه المخرجات هي الحاكمة بالنهاية لأي مخرجات أو لأي اتفاقات يمكن أن تكون، ولهذا نحن نتصرف تحت مظلة المجتمع الدولي، تحت مظلة القرار الأممي، وتحت مخرجات الحوار الوطني، ولهذا لا نشعر أبدا بالقلق من أي حوار أو من أي نقاش في أي موضوع. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد العمراني، مسؤول التواصل بالفريق المساند للوفد الحكومي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك أستاذ ياسين، يعني طرح الأستاذ محمد يعني ربما نقطة مهمة، وهي مسألة يعني الغرابة التي يبديها وفد الانقلابيين في مسألة النقاط الخمس، خاصة في مسألة تسليم السلاح، يقول لمن نسلم السلاح إذا كان 5 أيام فقط لإقناع الميليشيا بجدول الأعمال، كيف سيتم يعني مناقشة النقاط الخمس، خاصة يعني أن لا ضامن لتعنت الميليشيا ولرفضها أو لأيضا وضع أي إشكاليات جديدة قد تكون أمام المفاوضات؟ طبعا المبعوث الأممي حاول أن يخلق نوع من التطمينات لدى هذا الطرف بأن هذه النقاط الخمس سيتم مناقشتها حتى بالتزامن، لكن من الناحية المنطقية وحتى بيان مجلس الأمن حاول أن يشدد على مسألة التراتبية المنطقية للقضايا التي تناقش، لأنه لا يمكن أن تقوض سلطة الرئيس هادي ثم تناقش بقية القضايا. هذا ما يريده الحوثيون والمخلوع صالح، هم يريدون تعويم السلطة وتعويم الشرعية بحيث لا يعرف أحد أي شرعية، هل هي شرعية محمد علي الحوثي ولا شرعية عبد الرب منصور هادي. طبعا هذا الأمر محسوم تماما،
لا يمكن أن تحقق أهدافهم. يعني حتى مسألة الاتفاق على حكومة وحدة وطنية يجب أن تتم تحت سلطة الرئيس المنتخب الشرعي الذي هو عبد الرب منصور هادي. هم حدهم الأعلى هو عدم الاعتراف بشرعية عبد الرب منصور هادي. هم يتمنون يعني أن لا يكون هناك أي شرعية، وأن لا يعترف المجتمع الدولي بأي شرعية سياسية، على أساس أنه يكون جزء من التفاوض الذي يتم هو التفاوض على سلطة تحكم اليمن من الأساس. يعني وهذه السلطة طبعا سيكون لهم تواجد فيها، وبالتالي عندما يقررون تسليم السلاح سيسلمون السلاح لأنفسهم، لأنهم سيكونوا جزءا وهم من يسيطر على المؤسسات في صنعاء، وهم من يمتلك المفاصل الأمنية في صنعاء، وبالتالي عندما يجري تسليم هذه الأسلحة ستكون هناك حكومة جاهزة هم جزءا منها، وبالتالي لا يمكن التأكد من أن هذه الأسلحة فعلا سلمت إلى السلطة الشرعية. هذا غير ممكن الآن. يمكن أن تكون النقطة النهائية هو التوافق على حكومة شراكة وطنية، لكن هذه الحكومة الشراكة الوطنية ستعمل بالتأكيد تحت سلطة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وبالتالي لا يمكن أن تستقيم حال الحكومة الشرعية أو حال الحكومة التوافقية بدون القضاء على التحديات الهائلة التي تمثلها بقاء فصيل مسلح يمتلك الهيمنة والوصاية على مؤسسات الدولة بقوة السلاح. هذا لا يمكن. أيضا مع وجود قوات متمردة تستأثر بالسلاح، لا يمكن أن يستقيم أمر أي تحول باتجاه الاستقرار في اليمن ما لم تحسم مسألة الأسلحة. ولهذا هناك من يقول بأن هؤلاء اليوم يحاولون الحصول على مكاسب، لكن تقريبا هم قدموا تنازلات في المحادثات السرية التي جرت في الرياض، فهم قد قبلوا تقريبا بمسألة تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن، لكن لا يزالون يرون أملا في إمكانية تشكيل حكومة وطنية تتلقف منهم هذه الأسلحة، وبالتالي يضمنون عودة جزء كبير من هذه الأسلحة إليهم. النقطة تدور حول هذه المسألة: أولا تعويم السلطة الشرعية، فلا يمكن التمييز أي السلطة الشرعية سواء الموجودة في عدن أم الموجودة في صنعاء، لكن أعتقد أن حتى بيان مجلس الأمن حسم هذا الأمر، وبالتالي الأطراف أعتقد أنها ستمضي في مشاورات وفق التراتبية التي حددها مبعوث الأمم المتحدة. ألا تجد أستاذ ياسين أن هناك يعني تدليل أكثر من اللازم من المجتمع الدولي لميليشيا حملت السلاح أمام يعني السلطة الشرعية، ويعني اختطفت الدولة وهاجمت أبناء الشعب؟ لما برأيك يعني رغم أن يعني جميع قوانين المجتمع الدولي تجرم مثل هذا الفعل، لما عند هذه النقطة نجدهم يعني يعدونهم طرف ويتحدثون عنهم كطرف من الصراع؟ هذا السؤال يقودنا إلى الخطوة الذكية التي أقدم عليها التحالف العربي خلال الفترة الماضية، خلال اليومين الماضيين. فالتحالف العربي تمكن من طرد القاعدة من مدينة المكلا ومن معظم تقريبا من كل التجمعات السكنية على ساحل حضرموت. هذا إنجاز مهم للغاية، لأنه جزء من التدليل هذا الذي حصل عليه الحوثيون هو أن هناك اعتقاد خاطئ من جانب القوى الغربية بأنهم شركاء مثاليين في محاربة الإرهاب في اليمن، لكن اتضح الآن أنهم ليسوا شركاء مثاليين، لأن مجرد تكليفهم بمهمة كهذه قاد اليمن إلى مستنقع من الفوضى والاحتراب والدماء التي تسير اليوم، وحالة من عدم الاستقرار التي بل بالعكس وفرت مناخا لانتشار ظاهرة القاعدة وداعش. بل أن المخلوع صالح تبين بما لا يدع مجال للشك أنه لعب لعبة القاعدة بشكل واضح وسافر، وقد تبين من خلال تسليم المكلة للقاعدة، ولم يكن هناك رد فعل دولي صاخب تجاه خطوة كهذه، لأنهم كانوا يعلمون أنها خطوة سياسية وأنه جزء من التوظيف السياسي القذر لورقة القاعدة. التحرك أيضا في أبين حيث هناك انتشار جدي للقاعدة. أعتقد أن التحالف العربي اليوم قدم برهانا كافيا للقوى الغربية التي تمارس الضغوط عليه وتحاول أن تقنع الخليجيين بأن الحوثيين يجب أن يبقوا كقوة سياسية مسلحة، وإذا تنازلوا كقوة سياسية شريكة في العمل السياسي. اليوم هناك يعني أمثلة حية تم تقديمها على أرض الواقع، وهو أن تنظيم القاعدة ليس بذلك الخطورة. عندما تحرك الجيش استطاع أن يطرد القاعدة بسهولة، وبالتالي التعامل مع القاعدة يجب أن يكون عبر نظام سياسي قوي وفاعل ومستقر ودولة مقتدرة، وليس عبر العصابات أو عبر النقائض ربما الطائفية. وهذا ما فرضته يعني الحرب الأخيرة على القاعدة، أن الدولة هي القادرة
الوحيدة على مثل هذه الحرب. طيب أستاذ ياسين، هل تشكل نقطة الاتفاق حول جدول الأعمال مدخل حقيقي لمفاوضات لهذه المشاورات من أجل استعادة الدولة؟ أعتقد أن هي خطوة في غاية الأهمية، يعني وضعت المتحاورين على الطريق، يعني خطوة في بداية الطريق، لكن أعتقد أن الإنقلابيين لن يعدموا وسيلة لعرقلة هذه المشاورات. يعني مثلا على سبيل المثال، عندما يتم الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي على أرض الواقع، سنلحظ أن الميليشيا والمخلوع صالح سيمارسون الكثير من المراوغات، وربما تحدث المفاجأة هناك ويحدث النكوص أو الانتكاسة في عمليات التطبيق. لكن أنا أعتقد أنهم لم يعد لديهم خيارات ولا أوراق ولا قدرة على المناورة إذا ما استمر التحالف العربي، خصوصا بعد أن تم طرد القاعدة من حضرموت. اليوم توفر للتحالف العربي أعتقد يعني ورقة مهمة، وهي أن التحالف العربي الذي أخذ عليه أن تدخله العسكري أدى إلى تمكين القاعدة من الانتشار، اليوم التحالف العربي حجم دور القاعدة وطردها من المدن ويقوم بمهمة موازية لمحاربة القاعدة بشكل فاعل. هذا التحالف العربي عندما يبقي قواته جاهزة ومشرعة على التدخل في الوقت المناسب، فإن الانقلابيين في تقديري لن يستطيعوا المناورة أو المراوغة أو تحقيق هذا النكوص. لكن هذا النكوص أنا أتوقعه وسيحدث. أعتقد أنه عملية صعبة أن يسلموا الأسلحة ويتخلوا عن عوامل القوة التي مكنتهم من السيطرة على مؤسسات الدولة وعلى هذا التشبث بالمكاسب الميدانية التي حققوها خلال الفترة الماضية. إذا أستاذ ياسين، أنت أستاذ المشاهدين، اسمحوا لنا فقط أن نذهب لهذا الفصل القصير ونعود لاستكمال المسائل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، مرحبا بكاميرا أخرى أستاذ ياسين. كنا نتحدث عن يعني قلت أن الحوثي يعني الانقلابيين بشكل عام لن يعدموا وسيلة لوضع أي عراقيل، ولكن يعني مسألة تنفيذ النقاط يعني هي الأهم كما يرى متابعون. أين تكمن الأهمية برأيك؟ تكمن الأهمية في أنها تنفيذ النقاط بالتسلسل، يعني تأمين الأرضية المناسبة للانطلاق في عملية سياسية متكافئة. نعم. يعني مثلا عندما يسلم الحوثيون السلاح للجيش، الجيش الوطني الذي تشكل الآن ونواته فاعلة ومؤثرة وتبلي بلاء حسنا في الميدان، هذا الجيش مؤتمن على هذه الأسلحة، وفي حقيقة الأمر هذه أسلحة نهبت من مخازن الدولة ومنحت للميليشيا في فترة سابقة في لحظات من الانتهاز السياسي التي مارسها المخلوع صالح، على هذه الأسلحة أن تعود إلى كنف الدولة وإلى مخازن الدولة وإلى عهدة الجيش الوطني. عندما تتجرد هذه الميليشيا من قوة السلاح ستذهب إلى المشاورات، وهي على الأقل مثلها مثل بقية الأطراف السياسية، ويمكن التوصل في هذه الحالة إلى نتائج. عندما تنسحب من المؤسسات وتصبح الدولة مسيطرة بشكل كامل على مؤسسات الدولة وتقوم بإدارة عملية سياسية متكاملة وشاملة من العاصمة صنعاء، أعتقد أن هذا سيعزز من كفاءة العملية السياسية وسيدفع بكل الأطراف، ولن يكون هناك من عوامل مشجعة لأي طرف لأن ينفرد بهذه العملية أو يستأثر بها أو يجرها يعني خارج المسار المرسوم لها، كما حدث في أوائل 2014 عندما أوشك مؤتمر الحوار الوطني على الاختتام، ومع ذلك بدأت العملية العسكرية من دماج ولم تنتهي إلا بعدن، وكان هذا واضحا أن العملية السياسية ليست من خيارات هذه الجماعة. ومن المؤسف طبعا أن هناك غطاء إقليميا ودوليا منح لهذه الجماعة لتقوم بكل ما قامت به. اليوم التغيرات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لم يعد يسمح بانحرافات خطيرة كهذه التي حدثت منذ نحو عامين، وبالتالي تنفيذ النقاط بالتسلسل أعتقد يوفر ضمانة مهمة من أجل إنجاح عملية سياسية وعملية انتقال سياسي إلى مرحلة الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم التي صاغها مؤتمر الحوار الوطني، وبالتالي نحن هنا سنصل إلى مرحلة الاستقرار. لا يمكن كبح جماح الطموحات السياسية للأطراف السياسية وخصوصا المخلوع صالح والحوثيين. المخلوع صالح يريد استعادة السلطة، الحوثيين يريدون استعادة الإمامة، وهي مشاريع لا يمكن أن تموت أو تنتهي بالصفقات السياسية.
أعتقد طيب أنها يعني المسألة تتطلب ضمانات دولية إقليمية، وتتطلب وجود دولة قوية فاعلة ومؤثرة وضامنة لاستمرار واستدامة العملية السياسية السينية. نعم، لكن أستاذ ياسين، يعني حينما هم يتساءلون عن لمن نسلم الأسلحة، أليست هذه يعني عبارة ربما مبطنة لعدم الاعتراف بالشرعية حتى الآن؟ هناك توصيف واضح الآن، هم متمردون وهناك سلطة شرعية معترف بها دوليا. لا يحتاج الأمر إلى مزيد من الذكاء أو إلى مزيد من التفسير، هم متمردون، ليس من حقهم أن يتذرعوا ويقولوا لمن نسلم الأسلحة. هذه الأسلحة ستسلمونها للجيش الوطني، الجيش الوطني الذي يحاربكم واستعاد نحو 80% من أراضي الجمهورية اليمنية، وهو يدافع من أجل استعادة الدولة ومؤسسة الدولة. واليوم هذا الجيش الوطني يمتلك أسلحة أحدث من أسلحتكم وأفتك من أسلحتكم، وبالتالي هذه الأسلحة ستعود لهذا الجيش، وإذا لم تسلموها فسوف تسلموها بالقوة. اليوم هناك خطة طريق أصبحت واضحة، وخطة الطريق يجب أن تنفذ بهذا التسلسل، بمعنى أنه لا يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية كما يتطلع إلى هذا الحوثيون حكومة بدون أي مرجعية سياسية، بمعنى حكومة تأسس لسلطة من جديد. لا، هناك سلطة شرعية، السلطة الشرعية هذه أصلا تم تحت مظلتها تدخل التحالف العربي، لا يمكن للتحالف العربي أن يقبل بتقويض سلطة الرئيس هادي ثم فجأة يوفر للإنقلابيين فرصة القول بأنه لم تعد هناك سلطة شرعية تقبل بوجودكم. إذن الرئيس عبد الرب منصور هادي سيبقى، هذا الهدف لن يتحقق بالنسبة للإنقلابيين، سيبقى عبد الرب منصور هادي وحكومة الشراكة الوطنية ستتشكل تحت إشراف الرئيس عبد الرب منصور. هل هذه الرؤية واضحة بالنسبة للمجتمع الدولي؟ هل فعلا يعني يجدون أنه يجب أن تسلم الأسلحة للسلطة الشرعية ثم يعني تناقش بقية النقاط؟ ألا يوجد تلاعب يعني في هذه المسألة؟ كان هناك مخطط لأن يجري تكرار ما حدث في 2011، بمعنى أن الرئيس يبقى ثم توكل الصلاحيات لنائبه، ونائبه ربما كان هناك صفقة سياسية ما أعتقد كان يمكن أن تعوض الإنقلابيين الخسارة السياسية للإنقلابيين فيما لو قرروا تسليم الأسلحة وتسليم المؤسسات، كانوا قد ضمنوا أنهم سيبقون في على أي حال مسيطرين على المؤسسات ومسيطرين على الأسلحة حتى لو لم تكن بحوزتهم بشكل مباشر. هذه الخطة أعتقد تم إفشالها من خلال التغييرات الرئاسية التي جرت خلال الفترة الماضية، ودفعت بنائب رئيس جديد إلى سدة السلطة، ودفعت برئيس وزراء جديد إلى سدة السلطة. هناك ترتيبات كانت تنطوي على هذا النوع من المراوغات والالتفاف، لكن هذا أعتقد أن التحالف العربي وخصوصا المملكة العربية السعودية أظهر من الجدية ما يكفي، ولهذا نعتقد أن هناك يعني لا يمكن فصل الأمور عن بعضها. التغييرات الرئاسية، التحرك في حضرموت وفي أبيان في مواجهة تنظيم القاعدة كلها، وأعتقد الضغوطات اللي ممارست على الأطراف في الكويت، وأعتقد أن هناك اليوم رسالة واضحة وصلت إلى الإنقلابيين أنهم أنتم موجودون في الكويت ليس لعقد جولة والانصراف، لا، أنتم لن تتركوا الكويت حتى تتحقق نتائج سياسية، لأنه إذا لم تتحقق نتائج سياسية من هذه المشاورات فإنكم لن تحققوا أي مكاسب سياسية في المستقبل، لأن هذا يعني أنكم توجهون إهانة لمجلس التعاون الخليجي، ليس فقط لدولة الكويت وإن لمجلس التعاون الخليجي أيضا. عليهم أن يعرفوا أنهم يجرون هذه المشاورات تحت مظلة التحالف العربي ومجلس التعاون الخليجي وتحت وفي كنف مجلس التعاون الخليجي وإحدى الدول وهناك طبعاً الموجودة في التحالف. نعم. وهناك طبعا معلومة أكيدة، وهو أنه في حالة وصول الأطراف إلى نتائج نهائية في الكويت فإن وثيقة ما سيتم التوقيع عليها، هذه الوثيقة لن يتم التوقيع عليها إلا في الرياض، وبالتالي الأمر أصبح واضح، أي حل سياسي لن يتم إلا تحت مظلة مجلس التعاون والتحالف العربي. نعم، طيب أستاذ ياسين، يعني يجرى الحديث عن جدول الأعمال، عن الهدنة، عن كثير من الأمور، ولكن ما زالت تعز تقصف، هناك خروقات كثيرة تسلم يوميا ربما من خلال اللجنة الفنية لمراقبة الخروقات، ولكن لم نجد أيضا نفس هذه الضغوط الدولية التي تجبر الحوثي على الموافقة على جدول الأعمال، ولكن لم تستطع إجباره على التوقف على قتل المدنيين، لماذا برأيك؟ هناك عوامل عدة. طبعا المبعوث الأمم المتحدة تحدث صراحة وقال أن هناك خروقات كبيرة للهدنة في تعز وفي الجوف، حددها بوضوح.
إذن هناك قناعة أممية اليوم بأن تعز تتعرض لأن العمليات القتالية وما تسميها الأمم المتحدة عمليات قتالية ويسميه الناس الأسوية يسميها اعتداءات إجرامية على سكان تعز العزل. هذه الاعتداءات أعتقد تدخل في سياق ترتيبات سياسية تتقاطع فيها مصالح عديدة. أعتقد أن هناك مخطط خفي جرى إجهاضه خلال الفترة الماضية وكان ربما يدفع باتجاه إعادة تعيين الحدود الشطرية، ولهذا لم يتقدم قوات التحالف لم تتقدم باتجاه تعز، لم تسمح بعض دول التحالف بإيصال الأسلحة الكافية لمقاومة تعز والجيش المرابط في تعز. هناك ظلم حقيقي يرتكب بحق محافظة تعز، وهناك خيانة وهناك انتهازية سياسية تمارس من قبل الأطراف الخارجية والداخلية، وأعتقد أنه في الفترة الماضية كانت هذه الممارسات تتم وفق مخطط مدروس. اليوم الحوثيون يعتقدون أن وجودهم السياسي تحقق من خلال موت أكبر قدر وأكبر عدد من أبناء محافظة تعز، لكن أنا على يقين بأن هذه العمليات الإجرامية وهذه الانتهاكات الخطيرة التي يتم ارتكابها في تعز هي تأتي في سياق الاستغلال السيء للهدنة ولغياب طيران التحالف وعدم تدخله المباشر، ولكن هي تعبر عن نفسية مريضة وعن نزعة حاقدة تجاه المحافظة التي أسقطت الرئيس ياسين. ولكن نعم اسمح لنا أيضا أن ينضم معنا الأستاذ عارف أبو حاتم الإعلامي ضمن الوفد الإعلامي الذاهب إلى الكويت وأيضا المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ عارف. أستاذ عارف أنت قبله. ألو. نعم أستاذ عارف مساء الخير. مساء النور أستاذ عارف. بداية يعني ما الذي لمسته من المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ولد الشيخ مع الإعلامي؟ عفوا اسمع السؤال. يعني كنت اسالك عن المؤتمر الصحفي الذي اجراه اليوم ولد الشيخ مع الاعلاميين. تسمعني استاذ عارف؟ اسمعك واضح. نعم نعم. حدثنا عن يعني انطباعك حول المؤتمر الاعلامي الذي الصحفي الذي اجراه اليوم ولد الشيخ مع الاعلاميين. ولد الشيخ كنت سالته اليوم نعم عن وضع تعز مما يجري، ما هو وضع تعز الوضع الانساني الخاص بالميليشيا. قلت له ان التقارير تصلك كل ساعه وليس كل يوم عن الذي يجري في تعز. ليلة أمس فقط كانت الخروقات في تعز 68 خرقا بينها قصف مدفعي وصاروخي على تعز، لا أدري ما هو موقعها. فارقوا إجابة دبلوماسية بأنه يبذل جهود مع سفراء الدول 18 ومع الأمين العام المتحدة، وهناك جهود دولية لإحلال السلام. رجل يتحدث بلغة ناعمة مع الجماعة الحوثية، حتى أنه في المؤتمر الصحفي السابق قال يأسف لسقوط ضحايا في تعز نتيجة اشتباكات. سألته قلت هل في العرف الدولي وفي مفهوم الأمم المتحدة أن من يقتل مع زوجته وأطفاله في بيته هؤلاء يسموا ضحايا اشتباكات أم ضحايا قصف عدواني همجي من قبل ميليشيا إيران؟ بل وضع تعز وضع محرج جدا، والآن هناك اتفاق على توقيع على جدول الأعمال. حتى الآن لا أدري ما هو بالضبط، لا أستطيع أن أعطيكم إجابة محددة، لأن الأخ وزير الخارجية باعتباره رئيس وفد المفاوض قال تثبيت بجدول الأعمال ولم يستخدم كلمة توقيع، فيما المبعوث الأمين العام اللي هو الشيخ يقول وضعنا إطارا عاما، فيما محمد عبد السلام قال لم نوقع على جدول ولن نوقع. حتى الآن لا الغموض لا يزال سيد لهذا الموقف السيء. نعم يعني إذا هذه اللغة التفاؤلية التي يعني تحدثت بها اليوم وسائل الإعلام حول الموافقة حول جدول الأعمال، يعني على ماذا ارتكزت أستاذ عارف؟ لا يوجد دائرتي يا أستاذ آسيا والمشاهدين الكرام إجابة محددة. حتى الآن لا يوجد تصريح رسمي من أي، لا من ولد الشيخ ولا من الطرف الحكومي ولا من الطرف الإنقلابي أن هناك أنه تم التوقيع على جدول الأعمال. هذا الجدول تم وضعه في نهاية ديسمبر العام الماضي في جنيف ولم يتم، والجماعة الحوثية تريد الآن الانقلاب عليه، تقول لهم هذا الجدول لا يمكن، هذا الجدول من الصعب قبوله. جماعة تريد كمن يريد أن يدخل الإسلام من الباب الخامس، تريد أن تدخل إلى المسار إلى المفاوضات من البند الخامس المتعلق باستئناف العملية السياسية. نعم. عندما نقول استئناف معناها أن نبدأ من حيث أنتهى الناس في مؤتمرات اللي كانت الحوار الوطني التي عقدت في موزمبيق، بمعنى آخر أن نبدأ من حيث
مناقشة مسودة الدستور. كيف أناقش دستور ولا تزال الدولة كامل بأيديكم؟ مثلا عندما تطلبوا أن تعود الحكومة إلى صنعاء، أي رئيس وزراء هذا الذي سيعود إلى صنعاء وليس لديه وزارة للدفاع ولا للداخلية ولا للأمن ولا مالية ولا نفط ولا كهرباء؟ كلها حتى المخابرات وأجهزة الدولة والقضاء والنيابة كلها بيت الجماعة الحوثية. بماذا سيتصرف رئيس الوزراء؟ سيعتقل في اليوم التالي. طيب أستاذ عارف، يعني فيما يتعلق بالتأكيد على المرجعيات الثلاث والنقاط الخمس أيضا كما جاءت على لسان المبعوث، لا خلاف عليها. المرجعيات منذ تلقت الطرفين تلقوا الدعوة والمرجعيات واضحة حتى وإن استمرت الجماعة الحوثية بالكلب. هناك ثلاث مرجعيات فقط لهذه المفاوضات، هي القرار الأممي 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، لا مرجعية غير هذه. وهناك خمس نقاط لا في نقاط غيرها، مع أنه القرار الأممي نص على سبع نقاط لكنهم اختاروا خمس من بينها بحسب تراتبيتها في القرار الأممي. طيب اذا انا يعني استاذ عارف اسمح لي، يعني هذا في مؤسسه الدوله اطلق سراح المعتقلات والسجناء السياسيين. نعم، يعني انت تحدثني انه لا خلاف حول هذه المرجعيات الثلاث ولا النقاط الخمس، اذا اين المشكله طالما ان الامور واضحه بهذا الشكل؟ المرجعيات واضحة، الخلاف هو أن الجماعة الحوثية لا تريد جدول الأعمال. لماذا لا تريده؟ لأن جدول الأعمال يقول انسحاب من المحافظة ثم تسليم سلاح الدولة إلى الدولة وخروج المؤسسة الحكومية وتسليم الأسرى والمعتقلين واتخاذ إجراءات تدابير أمنية مؤقتة. حين يتم هذه الخمس النقاط يتم الانتقال إلى استئناف العملية السياسية من حيث انتهت في صنعاء. الجماعة الحوثية لا تريد إيقاف هذه الخمس النقاط والذهاب مباشرة لاستئناف العملية السياسية. نعم، شبهت لك بمثال كمن يريد الدخول للإسلام من الباب من الركن الخامس. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ عارف أبو حاتم المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة أخيرة لك أستاذ ياسين، يعني تحدث الأستاذ عارف بأنه النقاط المرجعيات الثلاث واضحة ولا خلل ولا يعني عفوا خلاف عليها، النقاط الخمس كذلك، ولكن يعني هو يجد أن الخلل فقط أن الميليشيا الانقلاب تود القفز على جميع النقاط الخمس وتذهب فقط إلى استئناف العملية السياسية. هل تتفق معه؟ أنا قلت هذا، قلت هذا. هم طبعا لا يريدون التنفيذ حسب التراتبية، هم يريدون البدء في الموضوع السياسي حسم موضوع السلطة في المقام الأول. لكن هو قال كلاما جديدا ربما يخالف ما تم يعني استمعنا إليه من وسائل الإعلام وما كتبه وزير الخارجية رئيس الوفد المفاوض، وهو أن الطرفين اتفقا تقريبا على جدول الأعمال. لا أدري، هو الآن يقول يستبعد أو ينفي أن هناك اتفاق لكن لم يوقع عليه، يعني هذا ما تحدث به، ويعني هذه الإشكالية إلى حديث محمد عبد السلام أنهم لم يوقعوا على اتفاق حتى الآن. هذه الإشكالية. إذن نحن الآن في نقطة الصفر أو عدنا لنقطة الصفر. لا أدري هل هذا جزء من المناورة السياسية التي يعتمد هؤلاء في اختبار أعصاب الآخرين. أنا أستبعد هذا، أنا أعتقد أنهم قدموا التنازلات ووافقوا على الأقل بعد اللقاءات التي أجروها مع أمير دولة الكويت، وإنما أعتقد ما يقومون به جزء من الشوشرة ومن التغطية على التنازلات التي قدموها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. ما نأمله بالتأكيد هو أن نصل إلى حل نهائي لكل هذه الحروب والمهزلة التي يعيشها اليمنيون. شكرا لمتابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.